ولمزيد من التحليل والقراءة ينضم لنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير علاقات الدولية. دكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير عليك سارة وصباح الخير عليك مرة، أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، عايزة أعرف تقييم حضرتك إيه للمشهد الآن وتداعياته المتوقعة من وجهة نظر حضرتك بعد الغارات الإسرائيلية أمس على جنوب لبنان. في الواقع أن المشهد المأساوي الدموي الذي شاهدناه بالأمس وما زال مستمرا حتى الآن هو كان متوقعا حقيقة في ظل أن هناك تيار تطرف، أن هناك اليمين الإسرائيلي الحاكم الآن الذي يقود المنطقة إلى الهاوية ويريد إشعال الحرائق، هو الآن يريد فتح جبهة لبنان لأسباب عديدة، وأولها طبعا صرف الأنظار عما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب، خاصة في ظل حالة الانتقاد الدولي وقرار الجمعية العامة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، كذلك تزايد تحركات في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، وبالتالي هو يريد صرف الأنظار عن طريق فتح جبهة لبنان والتركيز على أنه سيحاول إعادة ما يسمى سكان إسرائيل إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنا في اعتقادي أن توقيت هذه الضربة وهذه الهجمات وهذا التصعيد بيعكس إلى أي مدى حقيقة أن نتنياهو وحكومته يريدان توسيع الصراع الإقليمي، هو من ناحية يريد توسيع الصراع بحيث يجر أمريكا إلى حرب شاملة وفي المنطقة، وفي ذات الوقت أيضا هو لديه مصالح في إبقاء الحرب وفي استمرار هذا الصراع، وهنا التداعيات الخطيرة حقيقة على سواء الأمن والسلم في المنطقة سواء على لبنان، يعني أمس فقط يستشهد أكثر من 500 شخص حقيقة وألاف المصابين وتمت يعني تدمير عدد كبير، وأنا في اعتقادي أن نتنياهو يريد استنساخ ما حدث في غزة أيضا في جنوب لبنان، وهو ما ينذر بكوارث خطيرة هو ما حذرت منه مصر منذ البداية ومن مخاطر هذا العدوان، وأنا في اعتقادي أن كل هذا بيعكس أن أمريكا والدول الغربية تعالج المرض العرض ولا تعالج المرض الأساسي وهو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وقت هذا العدوان على غزة وعلى لبنان. يعني الوضع يزداد سوءا في المنطقة وتشتعل وهناك تصعيد كبير من إسرائيل، وهناك أيضا حديث عن اجتياح بري للمناطق الحدودية الجنوبية للبنان. كيف يعني تقيم الوضع فيما يخص هذه النقاط؟ هل بالفعل إسرائيل تسعى لبناء منطقة عازلة كما يرى بعض المراقبين بين المناطق الجنوبية اللبنانية وما بين شمال إسرائيل، وهو للحفاظ على أمن هذه المنطقة برأيك؟ أنا في اعتقادي هذه الأهداف المعلنة لإسرائيل ونتنياهو هي لم تتحقق بالطبع، لأن تجربة غزة كان نتنياهو يعتقد أن حرب غزة ستأخذ ربما أيام أو أسابيع، الآن ندخل أو نقترب من دخول العام الثاني ومع ذلك لم تحقق إسرائيل أهدافها حتى المعلنة في تحرير الرهائن أو فيما يتعلق وقف التهديدات من قطاع غزة. نفس الحال أيضا في جنوب لبنان، إسرائيل تحاول أن تعطي انطباعات بأنها تقوم بغزو بري أو إقامة منطقة عازلة، وأنا في اعتقادي هذا سيكون بصعوبة كبيرة لأن الحروب الآن هي حروب مفتوحة، حروب مستنزفة، لكن الخطورة الآن هو في الثمن الباهظ والتكلفة العالية حقيقة، خاصة لبنان الشقيق الذي يعني يتواجه تحديات اقتصادية ولا يتحمل حرب شاملة أو حرب طويلة أو حرب مفتوحة، وهذا ما يحاول نتنياهو أن يجر المنطقة إلى حروب إلى مزيد من التصعيد، هو يعني يضغط ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، غير كل قواعد الاشتباك التقليدية مع حزب الله، وبالتالي هو لديه أهداف استراتيجية ويعتقد أن هذه فرصة مواتية لاستغلال الدعم الأمريكي لاستغلال الضعف والانتخابات الأمريكية لتنفيذ هذا المخطط، لكن بالطبع سيواجه صعوبة وسنشهد كل يوم مزيد من الدمار، مزيد من القتلى، مزيد من الشهداء، مزيد من المصابين، مزيد من الدمار، وهذا يمثل كارثة حقيقية تتطلب التدخل من العقلاء ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنزع فتيل التوتر قبل أن تنفجر المنطقة، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرار. طيب دكتور أحمد، هل تعتقد أن من ضمن أهداف نتنياهو اعتياد العالم كله على المشهد في قطاع غزة وبدء في مخطط جديد أو فتح جبهات جديدة؟ يعني بالطبع نتنياهو لديه مخطط استراتيجي حقيقة، هو يعلن أهداف تحرير رهائن على سكان الشمال، لكن الأهداف هو القضاء على كل مقومات الدولة الفلسطينية، هو يريد تدمير قطاع غزة، هو يريد إشعال الضفة في الأوضاع في الضفة الغربية ونشر المستوطنات، هو يريد استبعاد القدس، هو لا يريد، هو يعتقد أن هذا فرصة
لتقويه كل مقومات الدوله الفلسطينيه. وهنا الخطوره حقيقه وهو ما ادركته مصر منذ البدايه. أيوة. انما يكون به نتنياهو والمخططات لتفريغ الاراضي الفلسطينيه للتهجير القسري، هو الان يريد اشعال جبهه لبنان ويعرف انها ستكون معركه مفتوحه طويله الامد، لن تنتهي في يوم او شهر او شهرين، بل تمتد ربما لفترات طويله. لكن انا في اعتقادي ان لديهم مخطط واضح، وهذه هي الخطوره حقيقه في ظل يعني ازدواجيه دوليه، في ظل صمت دولي، في ظل غياب واضح كامل دور مجلس الامن، وفي ظل طبعا تناقض الموقف الامريكي ما بين الرغبه في منع التصعيد وما بين الدعم الكامل لاسرائيل على الارض الواقع، واعطاء الضوء الاخضر لنتنياهو في تنفيذ هذه الهجمات وهذا المخطط الذي سيشعل المنطقه حقيقه. يعني دعوات من مصر ولبنان لمجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل بوقف هذه الحرب، وأيضا في ظل تخاذل واضح وكبير منذ بداية الأزمة مع سقوط المزيد من الضحايا، بدأنا بغزة وعنف في الضفة، والآن يعني هذا العدوان مستمر ويغوص في أنحاء المنطقة ويصل إلى المناطق الجنوبية من لبنان. سنشهد ونتابع المشهد خلال الأيام المقبلة. بشكر جزيلا شكر دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل.